بس هاي الغنية انت بتعرف كتير منيح، بدك تغني لي اياها هلا لحالك يا غالي. على فكرة هاي الغنية ما حدا بيحبها قد يعني مثل نانسي واكثر غيرك، لانه اول والله. تليفون اجاني منك واول حدا اعطانا انا واحمد ماضي طبعا حبيبي احو هون وهيدي شرارة أحمد. بس معلي بتغني شوي معي؟ بدي اياك تغنيها هلا. زياد زياد غني وخذ راحتك حياتي حبيبي. يلا معلش يعني هيك صارت يعني هلا اوكي يعني. اوكي حاضر. ما بخطر عبالك ليش بعدك ببالك بسأل عن أحوالك وعم حبك لحالك ولحالي ما في اتحمل أسير يا غالي علي يا غالي علي عجرم. واكيد طبعاً. بدي اقول لها الف بوسه لنانسي من احلى الاغاني عن جد. فيني اقول شيء انا؟ تفضلي. فيني هلا انا قدي اعجابي بزياد؟ اكيد تعال بدك. اول شيء بصوته بدي تنعجب مثلي بشغلتين، اول وحده انه حزر الغنيه الفينال بدون ما نعرف. لا انا اصلا غيرت كل الاغاني.